ماشي رجل اخو بس متفدي بالواد ديالك كيما عندنا خياتنا خافوا عليهم خافوا على بنات الناس كانت كيما تحباش لروحك ما تحباش لغيرك باسكو اون سي جامي الطفله انت توعدها ومن بعد ما تروحش تاخذ ديبريسيون مسكينه لا لا اخو ولاني غلط قول لك غلط ماشي رجل هادي اخو واش حبيت نقول لك كيما عندنا خياتنا خافوا عليهم خافوا على بنات الناس خو لازم توعد بوعدك وكل واحد كيفاش يا كونديسيون ابار اذا كانوا ماشي متفاهمين في الديبي باش ما ننتهموش طرفين باش ما نقولوا هو ظالم ولا هي ظالمه اذا كانوا مبدئيا متفاهمين لي بروسيدور صح هذاك ماشي متفاهمين ربي يفرقهم على سنه الله ورسوله هذه هي هو الوعد الحردين يعني الوفاء بالعهد ماشي مثل الرجال الا ما وفيتش بالعهد نتاعك سم انت نقدر نقول لك ماشي راجل باسكو اول حاجه راك ظلمت بنت الناس وعدتها حاجه وما وفيتش بها ثاني حاجه راك يعني صفه من صفه الرجال راك تخطيتها ولا قبل ما يصرى عليك هذا المشكل راه تخيلوا صرا في اختك يعني سما كيما راح يصرى لاختك انت تخيل هذا الموقف و كاين اللي صح عندهم ظروف صح واحد ما لازم يهضر لو كان صار لك ظروف قول ماشي تقطع كاع الخيوط ومنها وتروح كلي ما صرا والو ماشي هذه الدنيا تما واحد ما يخشاف واش يصرى واحد ماشي مليح يوعد من الاول تما يقول بالك ان شاء الله خلاص تعرف مكتوب تاع ربي وي هذيك لا هذيك ما يحبها ني العبد ني ربي سبحانه هذيك ما كاش اللي يحبها ونتمنوا الخير ان شاء الله للجماعة ان شاء الله وحنا انت دائما نامنوا نتمنوا جمع الشمل هذا واش نتمنوا ان شاء الله انت في حياتك صرات لك من وعد وحده بالزواج نو جامي اولى تاعي والحمد لله انا صرات لي خو رحت خطبت ومن بعد جاو سقساو عليا مالي هالي ما حبوش ومن بعد طفله شغل خدات شوك هي وانا وفيت بوعدي وديت دارنا وراحت خطبتها وهما اللي ما حبوش انا السوجي هذا ما نكذبش عليك ما نحبش نتسلسل فيه بزاف بصح نقول لهم كلمه برك الكومونيكاسيون هي الصح في كوبل ولا في اي عفسه دونك تكومونيكي يا خويا رانا كحب نديرو انفورمي يا كحب نتفاهموا نهضروا هكا باش هما لي بروبليم نرجليهم كيف كيف ماشي انا نحط روحي وحدي ومن بعد ما نهضر لك ما والو ومن بعد تحتاج راك شايف شغل الحاله تولي كومبليك اكثر من واش كانت في الديبيت ما فوالا صح هي الكومونيكاسيون في الكوبل فوالا لا انا خاطينا بور لانستون راك تشوف انا اونفي نوتر في مازال كل حاجه في وقتها كما نقولوا خويا روح ديريكت الطفله عجباتك ولا شفتها عجباتك روح ديريكت من الباب الموسع والواسع روح ديريكت لبيها اطلبها ثم بس باش تهضر معاه في الفيسبوك ولا تهضر معاه في الانستغرام ولا واتساب ولا بالنمرو تاع حرام اخويا هذا واش عندي واش راح نقول مانيش قاعد نلوم وانما طفله ثانيه تاع الصروحه ما تكونش تصدق باي بساطه ماشي اي واحد تبقى تحكي معاه كما نقولوا هي العتب على الجهتين على طفل ولا طفله في زوج لازم يصونوا بعضهم واللي يحب يروح للحاجه تاع الحلال يروح ديريكت ماشي تكونش حاجه بينه وبين طفله حاجه بيزاريه قاعد يعطلها مستقبلها وتولي تمشى بالدوايا مش مليحه اخويا مش مليحه تلعب ببنات الناس سورتو الوقت تاعنا هذا ما مش مليحه اخويا والله ما هي مليحه كي يلحق وقت الزواج يدخل من الباب الكبير ما كانش تعيب بقى يقصر فيها هكا ومنا ونوعدك نتزوجوا ومنا كانش خويا عينك فيها خويا خطبها من باباها هذه هي خويا الدين تاعنا حرام هذا الشيء ومن احسن تنيفيتي قد ما تقدر تنيفيتي قد ما تقدر والحلال حلال مليح ولو وعدت اوفي بالوعد تاعك وربي يهدينا ان شاء الله خو هذا ماشي رجال كي وعدوها روحوا الباب دارها يقصدوها في الحلال وعدت انا ثاني وعدت وخليناها المكتوب ماناش مع بعضنا كونتاكت بصح خليناها المكتوب لا شويه باش يكون انسان طيب ما يخونهاش هذه هي الحاجه انا بالنسبه ليا كي نوعد وحده نديها يا نحبس معها ما بقاش نجرجر فيها ونقول لها وراكي رايحه علاش ومنا فهمني هذه هي سما باش يقعد يوعد فيها الواحد بالكذب مش ملاح عنده خشوه الواحد عنده بنت خشوه غادر يصرى لها هذا الشيء كل واحد وكفاه والو ما صارش مازالني صغير مازال نقرا مازال هذه كبر ان شاء الله ما نخدموش هاد الخدام احنا هذا فيس ما نديرهمش